سمونا مير إيران، يعني هل فيه في المستقبل حوار تعامل مع إيران مباشر رغم ما تقوم فيه في المنطقة؟ كيف أتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظامه قائم على أيديولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصية الخميني بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمين العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثنى عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر المهدي المنتظر؟ هذا كيف أقنعه؟ وش المصالح اللي بيني وبينه؟ كيف أتفهم معه؟ أنا لما يكون بيني وبين مثلا دولة أخرى إشكالية نبدأ نحلها، لأن في والله مشكلة اقتصادية، وش اللي تبغاه أنت؟ وش اللي نبغاه إحنا؟ كيف نتفاهم عليه؟ في مشكلة سياسية مثلا مع روسيا، كيف نتفاهم في سوريا؟ وش مصالحك؟ وش مصالحي؟ كيف نتفاهم في اليمن؟ وش مصالحك؟ هذا كيف أتفهم معه؟ هذا منطقة أن المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضروا البيئة الخصبة لوصول المهدي المنتظر، ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي وحرموا شعبهم لأكثر من 30 سنة من التنمية